ونعدك لأيام الذرا على المعد وجراحه اللي شفته يا ويلي على اللي شفته قبل ما تشوفك عيني احسبوه ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري علي اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عيني يا عمري ضايع يحسبوه وكنت بيه انا كان ليك انا كان ليك انا شافيه شفت العدو انا كنت ليك انا كان ليك انا كان ليك انا كان ليك انا شافيه شفت العدو وقال لي يا بزاف عليك يا فلاح قال لي يا بزاف عليك قال لي يا بزاف عليك قلت لي انا كان بيالي انا كان بشاف يا شفت عدو قال لي يا بزاف عليك يا زف عليك وشوف انا فين قدام فين يملك الفرد يا مسكين شوف انا فين قدام فين يملك الفرد وشوف انا فين قدام فين يملك الفرد يا مسكين شوف انا فين وانت فين يملك الفرق يا مسكين
طبقة صوتية عالية تبارك الله، مساحة صوتية كذلك. هذا هو اللايف. لا انت معروفة فنانة ديال اللايف. ايوا سيدي. غير باش نخبر المشاهدين والناس اللي تشاهدونا، ففولا راه مزاجية. هذاك الشيء اللي مرنا معاها كدير حاجة أخرى. على عيني إيه. كانت في انت عمري ودخلت القطار الحياة. انت حنايا هنايا حنا سهرانين معك الليلة وسهرانين مع مشاهدينا الكرام، واللي جا على بالك احنا معك. مع فلة طبعا ضيفتنا، ضيفة رئيسية اللي متعنا ونشطنا في هذا البلاطو. فلة عندك واحد المسحة في صوتك تركية، متأثرة شوية بتركي؟ لا انا حشرية، في كي كنت صغيرة حشرية نسمع الهندي نسمع حتى اذا سمعتوا الاغنية تحت انت حبي الاول جو مي سو انسبيغي في الهندي. تا حبي الاولى تي ميكاني كاينو تاريني نانو تانيا امي توم سبيار كتنا يهم سري جانتي مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا. آپ نے کسی سے بات شے کے دے نہیں اجا 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 میرے جنتے میرے جنتے. فمثل ما قلت لك استاذ عماد انه انا جو سوي تري كوريوز. كل ما يعني الوالد الله يرحمه ابونا كان عملنا كونسرفاتوار في الدار، العود والبيانو والطار والاكورديون والدرابك. فكان يعطينا بعض النصائح، وما بين النصيحه اللي بقات في ذهني الله يرحمه هي انه الموسيقى ما عندهاش حدود. نعم ليس لها شيء حدود. اكيد طبعا احنا معك اكيد. الموسيقى والفن والنشاط ما عنده حدود، والطرب والسلطنه خصوصا. على اين غادي ندوزوا واحد الفقره ديال صور، هذه صور تذكاريه. بحثنا شويه من عند مدير الاعمال ديالك، مع الناس قريبين ليك شويه، بحثنا شويه في الارشيف في الانترنت، لقينا بعض صور. عمل لنا شي تعليق عليهم، نشوف الاولى. ايه هذه نعيمه اختي وهذا الاستاذ بليغ حمدي، وانا اللي راني نطفي في الكاتو دانيفيرسير تاعي. طيب شوفوا هذه. أين دواك يا سيد الطالب العود الله سولت عليك العود والنايم من غاو. هذه فله الرياضية، أنا والرياضة في قصة كبيرة. شوفوا هذه. شوفوا حبيبي يا ناس، شوفوا شوفوا يا اللي ملوى كل الناس، شوفوا شوفوا معيشني احسن احساس، شوفوا شوفوا عنده ضحكي ابو ضحكي. يا عماد اليوم نوجه تحيه للعروس، ولا من بعد تقول لك راه يتغازل لي في راجل، تحيه كبيره لعروسنا. مي فوزات شارمون. خلينا نوصلوا، رحنا خدامين كنديروا برنامج. خلينا رانا تقول شي نحونا الكاميرات، رانا في الدار هنايا كانه كان. طبعا في هذا جو حميمي، احنا هذا هو القصد. انا جو ما شاء الله، يعني انت دائما تريح ضيوفك، والميزه تاعك انه كل ما نجي هنا كاني اول مره. فسامحوني اذا كنت ثقيله، لانه كون جو سوي لافيك مسيو عماد يعني تيريح الضيف، وهذو من الاعلاميين النادرين اللي نعدي معاهم في حياتي. انه نرتاح وننسى روحي انه يا فله في كاميرات يا فله. الله يبارك فيك. انا شيء ربما بعد مرات كنكون مرتاح اكثر، لان يعني كل نهار ونهار، ولكن ربما بعد مرات كنكون مرتاح اكثر لما تيكون الفنان ضيف انسان طروب. كان كنت انا كيكون الاحساس ديالي، لان تبارك الله عليك صوتك ما شاء الله تجيدين جميع الالوان الغنائيه وما شاء الله 55. على اين نواصل ايها الاحباء مرة